بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا موتور 1.6 اتش دي يمشي على عدد سيارات بيجو ستروان موجود في كثير بارتنير 407 سي 4 سي 5 سي اسمه 308 3008 2008 موجود يعني في عدد سيارات فيهم التربو الكبير وفيهم التربو الصغير. هذا موتور نتاع 1.6 اتش دي تربو صغير. باش نعطيكم فكره عن المكونات نتاعو اللي هما الناس تسال ساعات يقول لك ليجير وين كذا. هذا ليجير، هذه القطعه هذه يسموها ليجير. هذا الديمرر شوف راكم من تالي، هذا ما يبانش، هذا ديما في صدر الكهرباء من تالي ما يبانش. هذاك لافون غادي اللي هو في الكنوض نتاع الكهرباء، هذا في اخر الكهرباء في الصدر نتاعها في اخر المحرك من تالي. هذا الديمرر، هذه هي البومبا ديكسيون نتاعها اللي هي بومبا داليمونتاسيون اللي هي نتاعها في كومراي. عندنا هنا هذه هي البوات نتاعو، هذه هي الفيتاسات نتاعنا في البوات اللي هما بريمير وقدام وثلاثيام وكاتريام وسانكيام. هذه بوات سانك، هذه هي عندنا هذه البوات من هنا. هذه البوات، البوات الفيتاس نتاعها من جهة البوات هنا تلقى هذه الكرة الوسطى فيه الدريد دور كلهم سيتفرقوا من هنا. هنا هذه البومبا فيد اللي هي بالنسبة للغة الميكانيسيين التسبيري ما تعطيش الهواء، وهنا باللغة العامية تعطي الهواء للسيرفو. هذه من هنا عندنا فلترة وين نتاعها. عندنا هنا هذا التربو، التربو الصغير، هذا التربو الصغير. من هنا عندنا رينفلير يركب ندوروا هنا عندنا التربو هذا كان. عندنا هذا التربو الموديل هذا يسموه تربو 1.6، هذه تربو صغير، تربو صغير. ثم برشا مشاكل تصير في التربو فانتوا نصحيكم في المرة. عندنا هذا التيب نتاع الزيت يجيب الزيت من البلوك يمشي للتربو. التيب هذا فيه فلتر هنا، لازم نردوا بالنا هنا فيه فلتر، يعني من الأحسن هو تو حتى درجة بيجو تقريبا نحاته، من الأحسن تنحيه أو تبدله جديد، تنحي تشري بونو كامل تبدله في يعني من كل على الأقل 20,000 أو تفرغه من الفلتر جملة باش تولي تعدل في الزيت ديريكت، خاطر هذا يكون سبب كي تسكر الفلتر هذا يكون سبب في تكسير التربو، لأن الزيت ولا ما عادش يمشي التربو مسرح. ومن الأحسن أن الإنسان يشريه يبدله، لكن إذا كان ما فماش وكذا ينحي الفلتر منه باش الزيت يبدا سيركيلي مريقل. هذا بالنسبة للتربو الصغير. هذا ريفريجيرون اللي هي يدور فيها الزيت ويدور فيها الماء في نفس الوقت، يدخل لها ماء وزيت في نفس الوقت، يدخل لها ماء عن طريق البلوك ويدخل لها زيت عن طريق الفلتر نتاع الزيت والبلوك زاد والروتور نتاع التربو يجيبها هي. هذا طبعا عندنا البلوك هنا، هذا كولكتور نتاع الشابون، هذا الجوز نتاع المطبوخ نتاع الزيت نتاعها، الجوز نقيس منه الزيت. نجيو منا هذايا الانترناتير اللي هو العبي الباتري، يسموه دينامو يسموه الانترناتير يسموه. هذه ما نفدكم هنا، هذه البومب نتاع الامبرياج اللي هي وقت تنزل الامبرياج هذه تخدم، تمشي وتجي وقت تنزل نتاع الامبرياج. هذه فيها دريت نتاع زيت يمشي للبيدال، يمشي فما بومب اخرى في البيدال. هذايا الانترناتير، هذايا الكومبريسور نتاع الكيماتيزير اللي هو من هنا كيدور هذا يعطي الهواء يدور الغاز. كي تدور هذه برك ما تعطيش غاز، هذه اللي تعطي الغاز وقت ينزل هو على الفلسه مغاديكا، فما الكورون يجي للتات نتاع الكليماتيزور يتكلانشا يولي يدور مع الموتور وقتها يبرد. هذه هي الالترناتور ولا الدينامو. هذه هي التوندور نتاع الكروا اللي هو التوندور اوتوماتيك فيه روسور يعمل تون. هذه الكروا نتاعنا سيستم، هذه ما فيهاش بومب اسيستي، تلقاه كان راكب على ستروان مع السيارات ما فيهمش بومب اسيستي. هذا ما فيش بومب اسيستي، هذا جست كروا الالترناتور والكومبريسور والموتور. هذه بولي موتور الشان تحت الكاش، هذه الشان تدور على الكاش هذه كلها تحت الشان، هذا تحت الكاش هذه الشان. هذا عندنا هنا
سيمي كاتير وكاتير. هذه هنا البلوك تفصل لها اثنين، خاطر في البلوك هذه من يوم الفيبرو كام باش تنحيز وتوصل البلوك على اثنين باش تنحي الفيبرو كام من نص السيارة من نص الموتور. شوفوا الموتور من فوق عندنا هذوما اللي كاتر انجكتور تاع الموتور، هذا 2 3 4 هذوما كاتر انجكتور تاع الموتور. هذا الكاش تاع يسموه كاش سباب، وكاش باش يصب منه الزيت لان ما فيهمش الا سباب من هنا في بسوار هيدروليك. هذه عندنا البومبيت تاع المازوت اللي باش تنفخ تبومبي منها يمشي المازوت. انا عندنا هذه الانستلاسيون تاع الانجكتورات كلهم معهم. هنا كان فما فلتر نتاع مازوت راكب لكن ما بجاش معاه، جي فلتر نتاع مازوت راكب هنا مش معاه. عندنا لي زانجكتير دوكا، عندنا لي هذوما الجعب نتاع لي تيوب نتاع المازوت اللي يجوا من الطرمبه باش يمشوا للانجكتيرات. عندنا البوجيات جايين في اماكن ضيقه شويه، عندنا لي بوجي كات بوجي هذوما تحت هذوما 4 بوجيات. عندنا طبعا لي ديريت هذوما نتاع المازوت، وعندنا الحاجات يعني اللي يخدم بها المحرك. هذا ان شاء الله نكون اعطيناكم فكره على موتور ال 1.6 اتش دي ومكوناته. بالنسبه للي ما يعرفش على الاقل هو يعرف يشوف شنو الحاجات اللي ممكن نستفيد بها. هذه الجوج تاع الزيت، هذا الموتور بصفة عامة. هو موجود في عدة سيارات كما قلت لك، في بيجو وفي ستروان، يعني موجود في يعني في منهم اللي هو كما قلت لكم عليه يسموه التيربو. فما منهم التيربو هذايا الصغير هكا يسمى تيربو صغير، من هنا صغير الدورة نتاعو صغيرة، من هنا الدورة نتاعو صغيرة. فما التيربو اللي أكبر منه شوية اللي هو في الكراهب، يعني الرزينة كما 400 كما السي 5 كما بعض سيارات الرزينة في الحمولة يعملوا لها تيربو ما أكبر. وطبعا يفرقوا في الشيفو يولي 110 و130 وفما 2 لتر زاد. هذا في 1.6، هذا موتور 1.6 أعطيتكم عليه فكرة. يعني فما يعني ممكن الناس تستفيد منه كتلامذة كطلبة يعرفوا على الأقل الموتور 1.6 شنو هو بالضبط.